ما هو تفسير رؤية نهر النيل في المنام؟ النهر كما هو معروف مجرى مائي عذب، ودائما ما تقوم الحضارات على جانبي أنهار تضيف مناظر طبيعية جميلة وخلابة بالإضافة للخيرات التي تنتج عنه. ولكن وجود النهر في المنام له معاني مختلفة للعزباء أو للمتزوجة، للحامل والرجل أيضا. رؤية نهر النيل بالخصوص في الحلم إشارة للرزق الكثير للرائي، ومن رأى في منامه أنه يعبر بفضي النهر النيل أو إلى الجهة الأخرى منه، هي إشارة لسفره من مصر إلى دولة أخرى أو إلى مكان آخر. إذا كان الرائي غير مصري ورأى في منام أنه يشرب من ماء نهر النيل، فهذه الرؤية إشارة لسفره إلى مصر أو السودان، ربما للعمل أو الدراسة. وإذا رأى في منامه أنه يسبح في نهر النيل، فهي دلالة على إقامته في مصر أو السودان. ما تفسير رؤية نهر النيل في المنام للعزباء؟ من رأت في منامها أنها تشرب من ماء النهر، فهي رؤية خير ودلالة لتحقيق الخير في حياتها والهدوء والاستقرار. وإذا رأت الفتاة العزباء أنها تسبح في ماء النهر، فهي إشارة لخير وربما زواج أو خطبة. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تعبر الضفة الأخرى من النهر، فتلك رؤية محمودة أيضا، وإشارة لتخطيها صعوبات كثيرة في حياتها وأنها ستعيش في أمان. وإذا رأت في منامها أنها تستحم بماء النهر، فهذه إشارة لأخلاقها الطيبة وطهارة روحها. أما إذا رأت أنها سقطت في نهر النيل مياهه راكدة، فهي رؤية غير محمودة وإشارة لحزن وهم وغم ونكد. ما تفسير رؤية جفاف النهر في المنام؟ رؤية النهر الجاف في المنام إشارة للبخل والفقر وجفاف المشاعر والمشاكل والهموم، وربما إشارة لفقر الدين والأخلاق. وإن كانت فتاة عزباء ورأت في منامها أنها تعبر نهر جاف، فتلك إشارة لأنه سيتقدم لخطبتها رجل غير مناسب. وإذا رأى الرجل نفسه في منامه يعبر نهر جاف، فهذا إشارة لجفاف مشاعره. من رأى في منامه أنه يدعو بزوال جفاف النهر وعودة مائه، فهذه إشارة لمحاولته حل مشاكله ومحاولة التفكير في حلول مناسبة له. ما تفسير رؤية النهر في المنام للمتزوجة؟ رؤية النهر في منام المرأة المتزوجة بشرى لخير ورزق كثير سوف تحصل عليه، وإشارة أيضا لإخلاص زوجها لها. استحمام المرأة المتزوجة في النهر رؤية حسنة وإشارة لخير كثير وبشرى لحملها في القريب العاجل.